ما هي العوامل التقنية الاقتصادية البيئية أو محاولة إيجاد الأساليب لزيادة إنتاجها وكفاءتها بروفيسور؟ الماء أولا هو عبارة عن يعني سوية لهذه الماء. أول إشكالية هو كيف نعب هذه الماء تكون تهيئة أو منشآت لتعبئة لا موبيليزاسيون دو سيتو، هذا الأولى يعني اللي نخزنها. ثم هذه المياه بعد ما نخزنها اللي غنوزعها، وكل يعني هذه باش يكون توزيع وتكون ديمومة الماء ويكون اكتفاء. التواصل مع المؤسسات، لأن احنا جونا مهندسين، جونا إطارات، يجوا يتكونوا يجوا للرسكالة. احنا في الرسكالة كاين زوج رسكالات، يعني كاين الرسكالة اللي تابعة طلبات كل المؤسسات، وكاين التكوين عن طريق البطاقة. يعني المؤسسات تقول لك أريد تكوين في كذا مواضيع وفي كذا برامج. التعاون مع المؤسسات المعنية ومع الشركاء الاقتصاديين وجامعات أخرى من خلال البرامج، ما هو يعني موقع المدرسة في خضم هذه المشاريع والبرامج الكبرى؟ اتفاقية أمضت مع شركاء الاقتصاديين تاعنا كيما لاجونس دي باراج لاين بي تي، عندك لا سياكو، لونيد، لاجير، لاجونس دو جيستيون انتيغري دو لا ريسورس اون او، لاين راش، لاجونس ناسيونال دي ريسورس هيدروليك. هادو كامل يساهموا في تكوين تاع ليتوديون تاعنا، لانه نحتاجوا ليهم باش ليتوديون يروح يجيب لا دوني يتريتيها، يخرج معاهم سور تيغان، يديروا دي ستاج معاهم سور تيغان، يروحوا دي ستاج اون اميرسيون دورون تو لو كورسوس. زدنا مع الانترناسيونال مع هاد لي بروجي بريما ايرانات ماد ايراسموس، هذا كاع يروح يجمع en fait c'est pour la protection de l'environnement. تكون كيف هاد الجو مع التطورات ومع الازدياد الزياد السكاني وازدياد الاحتياجات اللي احنا حتى بالجزائر ما حتى قاعده، لان في صناعه تنطلق، في فلاحه، في حتى الجلسات الفلاحيه اللي قامت يعني وتكلمت، وفي هناك توصيات على ان نزيد نكثر من الاراضي القابله للمسقيه، بما ان الاراضي المسقيه اللي قد تكون لها وفره تاع مياه. متفائل يعني يعني لبقينا يعني في هذا لا ديناميك الديناميكيه هذه، نظن بان راح نجب، خصوصا الان مع الوزاره الوصيه راه هناك مشروع المؤسسه، لان كل مؤسسه راح تقدم الى الوصايه مشروعها. يعني النظره المستقبليه قريبة المدى وبعيدة متوسط المدى للمؤسسة. ضيوفي الكرام على تلبية الدعوة، أما أنتم مستمعينا الأفاضل فيبقى شعارنا دائما في منتدى إيكولوجيا: بيئتنا، محيطنا، مستقبلنا، وجزائرنا رهن أيادنا، في أمان الله.